المعقومة ببعض الأشخاص. ثقافة القرية علمتني أشياء كثيرة، منها أنني الآن وأنا باحث في علم الاجتماع أستغرب كثير لبعض الذين يتحدثون عن العالم القروي ولكنهم لا يتحدثون في الواقع عن عالم قروي، إنهم يتحدثون عن عالم إما متخيل أو تعرفوا عنه من خلال علاقة المدينة بالبادية، وإما أود بداية أن أشكر الأستاذ دكتور خالد الصمدي مدير المركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية على هذه الدعوة الكريمة وعلى هذه الاستضافة وعلى هذا التكريم البادخ البهي الذي أقامه المركز احتفاء بي وبأعمالي الفكرية والتربوية. وأقول لكل الحضور أيضا ولكل المساهمين في هذا اللقاء الفكري الإنساني الجميل، بوركتم أنتم أيضا، أنتم أيضا مكرمون لأنكم تساهمون في ترسيخ وتثبيت ثقافة التكريم والاحتفاء والاعتراف في مجتمعاتنا فكرا وممارسة. جزاكم الله خيرا، وإلى أن نلتقي في ظروف أخرى أحسن وأجمل، أستودعكم الله ونتمنى لكم رمضانا مباركا سعيدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكركم على حضور هذا اللقاء العلمي الأكاديمي الماتع الذي ينظمه المركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية بالرباط في إطار لحظة اعتراف بالإرث الفكري والعلمي والأكاديمي لهرم من أهرامات الفكر السوسيولوجي والتربوي المغربي الدكتور مصطفى محسن. هذا الرجل الذي قدم كثيرا للفكر التربوي المغربي وللجامعة المغربية، تتلمذ على يديه عشرات الطلبة الأساتذة الذين هم اليوم أساتذة باحثون في الجامعة المغربية يؤطرون في التخصص الذي تكونوا فيه على يد هذا الرجل. ثم هذا البرنامج يأتي في سياق الأساتذة الكبار الباحثين الذين ترسمنا وتعرفنا على مسارهم الفكري والعلمي، وعرفنا طلب الباحثين من خلالهم على مسار التحولات الكبرى التي عرفها الفكر التربوي المغربي. وطبعا لا يسعني إلا أن أشكر الدكتور مصطفى محسن على تلبية هذه الدعوة، وأشكر الأساتذة الفضلاء الذين تجشموا صعاب السفر لكي يتنقلوا إلينا ليحضروا هذه اللحظة الماتعة، وأشكر أيضا الدكتور مصطفى أبو دينار والدكتور حسن علود اللذين سيقومان بقراءة في فكر هذا الرجل. نستمع إن شاء الله إلى شهادات من طلبته وأبنائه الذين جلسوا إليه واستفادوا منه وهم كثر. هذه هي الفكرة الأساسية التي ينظمها المركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية بمناسبة هذا الشهر الفضيل. نتمنى للدكتور مصطفى محسن مزيدا من العطاء والتوفيق في صحة وعافية. أستاذ بجامعة محمد الخامس كلية علوم التربية ومدير مجلة علوم التربية، نحضر اليوم هذا الحفل في هذا المكان البهي في إطار برنامج مسار وأفكار، وهو برنامج دأب عليه مركز الدراسات والأبحاث التربوية، وهو يستضيف علما من أعلام الفكر المغربي في مجال علوم التربية، علم النفس، تربية، بيداغوجيا، يعني في هذه المجالات التي تغطيها علوم التربية. واليوم طبعا الاحتفال يتم باستقبال أحد أعلام الفكر السوسيولوجي الدكتور مصطفى محسن، والمحتفى به الدكتور مصطفى محسن أستاذ له باع طويل في مجال الدراسات السوسيولوجية المغربية وكذلك في مجال التربية، له مؤلفات متنوعة وآخرها بالطبع المؤلف الذي رأيناه وهو يتعلق
السلام في علاقته بالطبع بمختلف المجالات العلمية. وبالطبع في نظري هذه المناسبة تجمع العديد من المفكرين والمهوسين بدراسات تربوية بوجه خاص في المغرب، لذلك تجد أن الحاضرين معنا في القاعة في هذا اللقاء جاءوا من مختلف المدن المغربية لحضور هذا العرس الفكري الذي يتم فيه الاحتفال بدكتور مصطفى محسن. ونتمنى أن تكثر مثل هذه اللقاءات لأنها تتيح فرصة للباحثين طلاب المستقبل، طلاب الذين يهيئون حياتهم ودراساتهم سواء للماجستير أو الدكتوراه، ومثل هذا الفضاء يعتبر مكانا مناسبا لاستحاء الأفكار والمشكلات والدراسات التي يمكن أن تكون اهتمامهم في المستقبل. لذلك نشكر جميعا مركز الدراسات والأبحاث التربوية على هذه الفضاءات التي يتيحها لباحثي المستقبل.